مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج نهايه الاسبوع نستعرض خلالها اهم وابرز الاحداث محليا وعربيا وعالميا. وسعدنا ان يكون معي في هذه الحلقه ضيفي الكبير الدكتور مختار غباشي، نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. نورنا كل صحتك طيب. اهلا وسهلا بيك واهلا مشاهديك، تحياتي يا استاذ. اول ملفاتنا النهارده مشاركه الرئيس السيسي في قمه منتصف العام التنسيقيه التابعه للاتحاد الافريقي، وتاتي القمه في توقيت يشهد فيه العالم جهودا حثيثه للتعامل مع الاثار الحاليه والمتوقعه للازمات المتعدده بما لها من تاثير على قدره الدول الناميه خاصه الافريقيه على تحقيق التنميه لمجتمعاتها. نتابع التفاصيل في هذا التقرير ثم نعود لنستكمل هذه الحلقه. معنا. خلال الاجتماعات المهمة التي عقدها القادة والزعماء الأفارقة في الدورة الخامسة للقمة النصفية لتنسيقية الاتحاد الإفريقي التي اختتمت أعمالها في العاصمة الكينية نيروبي، كان لمصر رؤية واضحة للإجراءات الواجب للأخذ بها لتحقيق التنمية الشاملة بالقارة السمراء. فقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمتين استعرض خلال الكلمة الأولى خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، بينما تضمنت الكلمة الثانية وذلك أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق، تضمنت استعراض الجهود المصرية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتكيف مع تغيرات المناخ وصندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ. وقد أكدت مصر خلال وجودها ومشاركتها الجادة في القمة على أهمية تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة على الدول الإفريقية، كما أكدت على وجود عدة أهداف واضحة تسعى لتحقيقها على الساحة الإفريقية خلال رئاستها الحالية لوكالة الاتحاد الإفريقي للمائية النيباد، ويأتي على رأسها الدفع بمعدلات التكامل الاقتصادي بين دول القارة للأمام بما يسمح بالإسراع في تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063 سعيا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة وتحقيق طموحات شعوبها في المستقبل الأفضل. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم جددا. مرة ثانية برحب ضيفي الكبير في الاسود الدكتور مختار غباشي. بداية دكتور مختار، كيف ترى هذه القمة التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقي وجدول الاعمال في ظل ازمات دولية شهدها الجميع؟ شوف، يعني بالتأكيد من وجهة نظري ان هذه القمة هو تجمع ضمن تجمعات كثيرة جدا موجودة داخل الساحة الافريقية. هذه القمة التنسيقية 13 دولة، 5 اعضاء المكتب التنفيذي او اعضاء مكتب الاتحاد الافريقي، و8 من اصحاب القوى الاقتصاديه الموجوده داخل القاره الافريقيه، فهم بيضموا 13 دوله. الهدف الاساسي لهذه القمه هو بحث شكل التكامل الاقتصادي اللي من الممكن ان يكون بين هؤلاء ال 13 ضمن التجمع الاكبر وهو الاتحاد الافريقي نفسه. لا، التجمع ده غير تجمع الكميسه، واحد او 22 دوله. احنا عندنا تجمع الكميسه، وعندنا التجمع ده، وعندنا شرق افريقيا، وعندنا النيباد اللي مصر ايضا موجوده فيه، ودي كلها تجمعات تأخذ قوتها من عباءة العباء الأكبر وهو الاتحاد الأفريقي أو منظمة الوحدة الأفريقية، اللي هدفهم في النهاية أن يكون هناك شكل من أشكال التكامل الاقتصادي منهم، شكل من أشكال تحرير التجارة الحرة وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية اللي أقرها الاتحاد الأفريقي، وشكل من أشكال أولويات المشروعات الاستثمارية والاقتصادية اللي من الممكن أن تكون ما بين هؤلاء الدول. دكتور مختار، خليني أتكلم هنا أن في أكثر من تجمع اقتصادي يعني صحيح تحت مظلة الاتحاد الافريقي. صحيح. وهنا السؤال، هل يعني تعدد هذه التكتلات الاقتصادية في خدمة القارة الافريقية، ام يجب ان يكون هناك تكتل اقتصادي واحد تحت مظلة واحدة هو رئاسة الاتحاد الافريقي؟ لا، انا وجهة نظري انت رئاسة الاتحاد الافريقي 55 دولة. تمام. وصعب جدا انك انت تقول لل 55 دولة، برغم ان الهدف ده موجود عندهم، انك انت يكون هناك شكل من اشكال التكامل اللي وصل لحد الكفاء ما بينهم او الاكتفاء ما بينهم. فعشان كده اتخلقت تكتلات بين دول داخل القارة الافريقية في بينهم مصالح او بينهم اطر مشتركة
او بينهم رؤى لكثير جدا من المواقف الاقتصاديه والمواقف الاستثماريه. عشان كده احنا شفنا هذه التكتلات الموجوده داخل الساحه الافريقيه، لكن انا من وجهه نظري قوه هذه التكتلات تاتي من خلال منظمه الوحده الافريقيه، الاتحاد الافريقي، العباءه الاكبر. الجزء الثاني ان معظم القرارات اللي خدتها الاتحاد الافريقي او خدتها منظمه الوحده الافريقيه هي تصب في النهايه لمصلحه هذه التكتلات الصغيره، وعلى راسها تعزيز قوه منطقه التجاره الحره القاريه بين دول القاره الافريقيه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له خلال هذه القمه كلمتين او كلمتين عبر بها عن اتجاه الدوله المصريه واتجاه افريقيا بشكل عام، على اعتبار ان الدوله المصريه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلت افريقيا في اكثر من محفل يعني دولي، خاصه في الجانب الاقتصادي. يعني هل عبر السيد الرئيس السيسي في هاتين الكلمتين عما يعني يقول في افق الافارقه بشكل عام؟ طبعا بالتاكيد، لانه ضمن هاتين الكلمتين اللي سعادتك اشرت اليهم استاذ ايهاب، هي مصر القت كلمة بصفتها رئيسة كوب 27. احنا عارفين ان احنا حتى الان احنا رؤساء كوب 27 وصولا الى المؤتمر المفترض ان يقام هذا العام في ابو ظبي. احنا في كوب 27 اعطينا سنة حسنة، انا من وجهة نظري جعلت هذا المؤتمر اللي هو كوب 27 ضمن اهم ثلاث مؤتمرات على مستوى قمم الارض منذ انعقادها 1994 في البرازيل. يعني اصبحت قمة اليابان واصبحت قمة باريس 2015 وقمة شرم الشيخ الاخيرة كوب 27 هم اهم ثلاث قمم. اعظم ما فيها ان اقرت مبدأ التعويضات في اخر جلسة انعقاد لهذه القمة، وهيستفيد من هذه التعويضات التي تأتي من القوى العظمى او القوى الكبيرة 22 دولة على مستوى دول القارة الافريقية مصنفين اللي هم الدول الاكثر هشاشة او تحت خط الفقر. فإلى حد كبير جدا ما فعلته مصر في كوب 27 ومن وجهة نظري ما تفعله في الكثير جدا من المؤتمرات والمنتديات اللي كانت مصر حاضرة فيها على المستوى الدولي والإقليمي في علاقة القارة الأفريقية بالقوى العظمى أو القوى الكبيرة، هي تغيير وجهة نظر هؤلاء الكبار في التعامل مع القارة الأفريقية باعتبارها قارة تحتاج إلى وحدة اقتصادية وتحتاج إلى قواعد اقتصادية واستثمارية وتحتاج الى تنمية بشرية ان اردنا ان احنا نرفع من شأن هذه الدول. يمكن استكمالا لرؤية حضرتك، كوب 27 في مدينة السلام في شرم الشيخ كانت حديث العالم وكان يطلق عليها قمة الالزام، بمعنى ان هناك قمة في باريس في 2015 ومثلت فيها مصر قارة افريقيا، وكان هناك حديث عن تعويضات تقدر ب 100 مليار الى القارة الافريقية او الى الدول الاكثر تضررا من الانبعاثات الحرارية الضارة. خليني اتكلم هنا على مسألة يعني اجتماعات او الرئاسة الحالية اللجنة التوجيهية لرؤساء ودول حكومات النيباد. النيباد ماذا تعني كلمة النيباد؟ هل هو تجمع اقتصادي؟ هل هو تجمع لدول ذات خصوصية معينة؟ شوف، كل التجمعات الموجودة داخل القارة الأفريقية هي كلها تجمعات اقتصادية للهدف الأساسي منها. صحيح يكون هناك شكل من أشكال التنسيق السياسي أو شكل من أشكال الرؤية السياسية المتوازنة ما بين هذه الدول، ده الأساس. لكن النيباد أنا من وجهة نظري ضمن القوى الكبيرة التي خلقت داخل القارة الأفريقية منذ 20 سنة. والنباد بتضم برضه مجموعة من الدول داخل 13. القارة الأفريقية. لا، 13 اللي هي المجموعة بتاعتنا بتاعة التنسيقية. النباد دي مجموعة يعني قدامي حوالي خمس دول أساسيين اللي بيضموا في النباد. التجمع الأكبر ضمن دول القارة الأفريقية الكوميسا. الكوميسا دي 21 دولة أو 22 دولة. ده التجمع الأكبر. شرق أفريقيا برضه هتلاقي حدود 7 8 دول أو 9. فدول كلهم تجمعات الهدف الاساسي منهم يا ايهاب هو هدف اقتصادي بحت، وانا متصور ان الاراده السياسيه لجموع قاده دول العالم الافريقي عندهم هذا الامر. لكن انا من وجهه نظري ان الحائل والعقبه الاهم امام حلقه من حلقات التكامل الاقتصادي الكبيره هو ارتباط بعض القوى الافريقيه بقوى اقليميه وقوى دوليه اصبحت مسيطره على دول القاره الافريقيه. الصين 254 مليار دولار استثمارات داخل القاره الافريقيه. فرنسا تتحكم
كان في الصندوق السيادي ل 14 دولة أفريقية، المال البنك المركزي الخاص بال 14 دولة دول موجود بتشرف يشرف عليه البنك المركزي الفرنسي. الاتحاد الأوروبي على مستوى 27 دولة أو 28 دولة لهم علاقات خاصة كثيرة جدا بدول الاتحاد الأفريقي. إسرائيل 46 سفارة ما من جموع 72 سفارة لها على مستوى العالم موجودة لها داخل القارة الأفريقية، لها تواجد للأسف. طب خليني هنا في هذه الجزئية، يعني هناك اهتمام كبير من كل دول العالم بالقارة الأفريقية، وحضرتك ذكرت صحيح. الصين حتى السيد الرئيس شارك في أكثر من مؤتمر، الصين إفريقيا، فرنسا إفريقيا، ألمانيا إفريقيا، بريطانيا إفريقيا، أمريكا إفريقيا، اليابان أفريقيا، اليابان أفريقيا. صحيح. خلينا نتكلم، هل هذه العلاقات الدولية مع القارة الإفريقية هل هي تخدم القارة الإفريقية في النهاية، أم أن النزاعات الدولية يمكن أن تؤثر في الوضع الإفريقي؟ شوف، خلينا نقر المبدأ أن الهدف الأساسي هو خدمة مصالح القارة. بالتأكيد القارة الإفريقية عظمتها في ايه من وجهة نظري؟ كتلة تصويتية 55 دولة تستطيع انك انت تستخدمها في المحافل الدولية تخدم اغراضك وتخدم اهدافك بدرجة كبيرة جدا. ساحة لتسويق منتجاتك، ساحة خصبة لتسويق منتجاتك، ساحة خصبة لجلب المادة الخام منها بأبخس الأسعار. فرنسا ما زالت تعتمد حتى هذا التاريخ على اليورانيوم الذي يأتي إليها لخدمة مفاعلاتها من دول القارة الأفريقية. فأنت إلى حد كبير جدا هذا التهافت من القوى الإقليمية والقوى الدولية على القارة الأفريقية باعتبارها قارة تمتلك في أرضها كتلة كبيرة جدا من الثروات المعدنية والطبيعية، وإلى حد كبير جدا كتلة تصويتية وساحة لتسويق منتجاتك، تستطيع أنك أنت إلى حد كبير جدا تخلق لنفسك قواعد اقتصادية مش داخل القارة الأفريقية، تخلق لنفسك قواعد اقتصادية واستثمارية داخل هذه الدول تخدم على أغراض وأهداف دول القارة الأفريقية. خليني هنا أتكلم على جزئية، جزئية اللقاءات الثنائية أثناء القمم، يعني كان قمة أفريقية أو غير ذلك، يعني يمكن السيد الرئيس كان ليه لقاء مع الرئيس الكيني. خليني أتكلم هنا، اللقاءات الثنائية خلال هذه القمم هل هي في نفس الإطار يعني الكبير للقمة، أم أن بتبقى هناك شيء من الخصوصية في العلاقة ما بين دولة وأخرى؟ يعني شوف، أنا أتصور أن اللقاءات الثنائية تجمع في طياتها خصوصية علاقة في الهدف الأول، يعني أنت هدف هذه القمة هي الـ 13، هي الـ 5، هي الـ 9، هي الـ 22 أو الـ 21، هي الـ 55 وهكذا. لكن دايما داخل أروقة هذه القمم يا إيهاب قمم ثنائية في خصوصية علاقة بين مصر وكينيا. كينيا بتلعب دور كبير جدا داخل الساحة السودانية، كانت هي رئيسة المجموعة اللي انبثق عنها ضرورة وضع رؤية لإصلاح الوضع في الداخل السوداني. ثم ما بعد ذلك كان هناك قمة مصرية في القاهرة دعت إليها مصر دول الجوار السوداني، وحاولت أن ترسي مبادئ تستطيع من خلالها أن تنهي هذا النزاع. فبينك وبين كينيا علاقات مهمة جدا وعلاقات وثيقة، ومتصور أنه شكل من أشكال التفاهم بين القيادة المصرية والقيادة الكينية على مستوى دول القارة الأفريقية. خليني أتوقف أخيرا عند جزئية هامة جدا، هو الدور المصري في فترة أو في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور البناء للدولة المصرية في القارة الأفريقية، سواء كان في تقريب وجهات نظر بين الفرقاء أو حتى عرض القبائل الأفريقية في الساحات الدولية. كيف ترى الدور المصري في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فترة تحدثنا عنها كثيرا، يعني هي فترة بعد إفريقيا عن مصر ومصر عن إفريقيا؟ طب خلينا أقول لك أسس مهمة جدا تقدرها دول القارة الأفريقية وإلى حد كبير جدا تعمل لها اعتبارات كثيرة جدا. القارة الأفريقية دايما تقدر حضور الرئيس أو حضور قمة السلطة التنفيذية في الكثير جدا من منتدياتها ولقاءاتها. فحرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور كل منتديات ومؤتمرات وندوات القارة الأفريقية، أنا متصور أن دي كانت علامة مميزة كبيرة جدا. مش عايز أخدك يا إيهاب أنه بعد 2013 علقت عضويتنا في الاتحاد الأفريقي، ثم تم تصحيح هذا الوضع وبدأت مصر تكون لها زخم كبير جدا على مستوى علاقة القارة الأفريقية بكثير جدا من القوى الدولية والقوى الإقليمية، وكانت قاسم مشترك. لكن أنا متصور أن اللحظة الحاسمة اللي استطاعت
مصر أن تعطي للقارة الأفريقية منها زخم هو كوب 27، خصوصا الجلسة الختامية اللي أقرت مبدأ التعويضات على القوى العظمى، و22 دولة على مستوى القارة الأفريقية هيستفيدوا من هذا الوضع، ودي مسألة إلى حد كبير جدا أنا متصور أن مصر بذلت جهد كبير جدا فيها. بالتأكيد الظهير الإفريقي لمصر هو ظهير هام جدا، ومصر كانت دائما يعني الملاذ الآمن لكل القيادات التاريخية لقارة إفريقيا. مصر كان لها دور فعال في الثورات في إفريقيا لحتى وصول يعني قضايا إفريقيا في المحافل الدولية. ننتقل إلى ملف آخر وهو التطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الدموية والانتهاكات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني. نتابع في هذا التقرير. في فلسطين المحتلة لا تزال سلطات الاحتلال مستمرة في الانتهاكات وتواصل ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. تعمل جاهدة حتى لا تبقي أي فلسطيني في أرضه، واتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بممارسة سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين خصوصا في القدس ومحيطها. وحضرت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله من تعرض إسرائيل للبنايات السكنية في حي وادي الحمص في القدس بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم المنازل السكنية، فسياسة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين عبر هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية، وراح ضحية هذه السياسة عائلات فلسطينية في بلدة السواحرة شرق القدس المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال مساكنها ومنشآتها وحظائر أغنام لها، ما أدى إلى تشريد عائلات كاملة ومن بينها أطفال أصبحوا بلا مأوى أو ملجأ. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. ما اعرفش يعني من الملفات اللي الواحد بيحزن ان يتحدث فيها كثيرا هي الانتهاكات الاسرائيليه المستمره او انتهاكات العدو الصهيوني في الاراضي المحتله الفلسطينيه، استمرار هذه الانتهاكات، وفي ظل يعني مش عايز اقول ردود افعال، ليست هناك ردود افعال تذكر يعني، ولكن هل الوضع الدولي، الازمه الاوكرانيه الروسيه، ازمات حتى داخليه لبعض الدول الاوروبيه وامريكا أثرت في الانتباه لما يحدث من استيطان وتحديات على أهلنا في فلسطين؟ شوف، طب أنا هاخدك لعناوين تلغرافية كبيرة جدا وكثيرة. التعويل على المجتمع الدولي في إنصافك بالنسبة للقضية الفلسطينية اركنه على جنب. أكيد. التمسك بالشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي فيما هو مرتبط بهذه القضية اركنه على جنب. لأن الرئيس أبو مازن في خطابه أمام الأمم المتحدة الأخير قال 745 قرار صادر من الأمم المتحدة، 97 قرار صادر من مجلس الأمن، 96 قرار صادر من مجلس حقوق الإنسان، ما نتنفذش منهم قرارا واحدا. يا جماعة نفذوا لنا القرار 181 ونفذوا لنا القرار 194. ده أبو مازن اللي قال الكلام ألف فيما يدار على 1000 قرار صادر من المنظمة الدولية. الجزء الثاني ده جزء مهم جدا وواجب ان احنا ناخد بالنا اليه، انه هذه الحكومة الموجودة حاليا نتنياهو، اي مارفن غفير، ساموتريتش، رئيه درعي، هذه الرباعية لن تستطيع ان تأخذ منها خيرا فيما هو مرتبط بالقضية الفلسطينية. هي جاية تنهي ما تبقى بالنسبة للقضية الفلسطينية. شفنا ما فعلته في جنين، وشفنا ما قبل جنين ترمس عيا، وشفنا ما قبل ترمس عيا ساموتريتش وهو ينادي بمحور قيرة حوارة، ثم اقتحامات بقى لنابلس وقلقلية وغيره من المدن الفلسطينية. انا متصور انه ما تفعله اسرائيل يأتي نتيجة ضعف عربي اسلامي، وحجم ردود الافعال العربية الاسلامية اللي هي معنية اساسا بهذه القضية، انا متصور انه واجب ان ترتقي الى خطورة ما تفعله اسرائيل في الارض المحتلة، لان حكومة نتنياهو اتت لتنهي ما تبقى من معالم الدولة الفلسطينية. وكثير جدا من التقارير ومراكز الابحاث تتحدث ان حلم الدولة الفلسطينية في ظل هذه الحكومة انتهى، وان هذه الحكومة لن تستطيع ان تعطي الفلسطينيين شيء، وان تزيد من حجم الحواجز. وانا متصور انه ملمس مهم جدا كان فاضح وتداولته كثير جدا من وسائل الاعلام، اقتحام احد المستوطنين لمنزل اسمه منزل صب لبنان، بيطل على القدس، بيطل على المسجد الاقصى مباشرة. هذه العائلة وهذه الاسرة تقتل هذا المنزل من الخمسينات،
ثم استطاع طرده بمعرفة الشرطة الإسرائيلية ومكنته المستوطن من الجلوس في هذا المسكن. فأنت أمام حالة من حالات التهجير وأمام حرائق طالت الكثير جدا من المدن الفلسطينية ترتقي، والكثير جدا من الخبراء والباحثين شبهوها بما فعلته إسرائيل بعد 47 و48 وهي فترة النكبة الخاصة بالقضية الفلسطينية. من المضحكات يعني على هذا المشهد اللي اتكلم عنه ضيفي دكتور مختار الغباشي، أن يأتي مستوطن من سيبيريا ليحتل منزل في القدس يملكه مواطن مقدسي ويملك مفتاحه وأوراقه من الخمسينات ومن قبل ذلك للأسف. يعني خليني هنا، يعني دائما الحديث عن تصدير مشاكل داخلية داخل هذا الكيان الصهيوني بزيادة في العنف والقتل لأهالينا الفلسطينيين لاكتساب الشارع. الواضح أن نتنياهو وعصبته اللي حضرتك ذكرتها لم تستطع ذلك، فمن وقت لآخر هناك تنديدات داخل الكيان الصهيوني نفسه من مستوطنين وحتى من ناس عادية. يعني شوف، فرق حاجة مهمة جدا، ودي مسألة أنا شخصيا علقت عليها في الكثير جدا من وسائل الإعلام، ما بين الاضطرابات الموجودة في الداخل الإسرائيلي وهو مرتبطة بتعديلات تزمع هذه الحكومة تعديلها وتقرر من قبل الكنيسة خاصة بالمحكمة العليا الإسرائيلية، وبين ما تفعله إسرائيل في الكثير جدا من المدن الفلسطينية. وحتى كنا مبارح بنتكلم عن ضربة إسرائيلية وجهت إلى داخل الساحة السورية ضمن سلسلة من الضربات موجودة من اللبنانية بضرب لبنان، ويجب أن يعني يتوقف حزب حقيقي. فهو الاضطرابات الموجودة في الداخل الإسرائيلي فيما هو مرتبط بالتعديلات القضائية الخاصة بالمحكمة الاتحادية شيء، وده في غضب إسرائيلي باعتبار أنه في داخل إسرائيل يا إيهاب ما فيش دستور، وأن يحكم شكل الموائمات السياسية أو علاقة الدولة بالكثير جدا من المؤسسات المحكمة الاتحادية. فانت عشان تقيد المحكمة الاتحادية وتكتف المحكمة الاتحادية لحساب السلطة التشريعية وهو الكنيسة، ومبقاش في رقابة من المحكمة الاتحادية على القوانين والقرارات اللي بتصدر من الكنيسة، دي مسار جدل كبير جدا في الداخل الاسرائيلي، لكن داركنه على جنب. لكن هناك حجم تأييد يتعدى 62% من الإسرائيليين لما تفعله إسرائيل بالمدن الفلسطينية أو ضربات بتوجه داخل الساحة السورية أو غيره. سيبقى السؤال الملح، متى يتوحد الفلسطينيون؟ يعني فلسطيني رام الله مع فلسطيني غزة، يمكن الدولة المصرية كان لها يعني الكثير من المبادرات فيما يخص الداخل الفلسطيني. يعني وهنا أتحدث عن السؤال الملح ودور القيادة المصرية في توحيد كلمة الفلسطينيين بغض النظر بقى عن الوضع القائم. يعني شوف، هو هناك مؤتمر او ندوة او لقاء سوف يعقد في القاهرة اواخر هذا الشهر لكل المنظمات والفصائل الفلسطينية في القاهرة بالمناسبة، وربما يحضر هذا اللقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن. غرضه في النهاية توحيد هذه الفصائل الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية للوصول إلى قوام فلسطيني واحد يستطيع أن يتعامل في هذا القضية في المجتمع الدولي والإقليمي، وده جهده كبير جدا بتبذله مصر، الأردن أحيانا بتساعد، قطر أحيانا بتساعد، المملكة العربية السعودية بتساعد، بعض الدول العربية، لكن مصر عليها عاتق كبير جدا في هذه المسألة. لكن يتبقى النقطة الأهم، إن هل الوحدة الفلسطينية هي الأساس اللي تستطيع أن تبني عنه قوام الدولة الفلسطينية مستقبلا؟ يساعد، لكن لا إسرائيل رغبة في هذه الوحدة أكيد. ولا الولايات المتحدة الأمريكية أكيد. رغبة في هذه الوحدة، ولا الاتحاد الأوروبي عايز هذه الوحدة. طب خليني قبل ما أقفل هذا الملف، خليني يعني من وقت إلى آخر يتجه الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لها مواقف عادلة، خلينا نكون منصفين. يعني هل يعني يستمر هذا الاتجاه اتجاه السلطة الفلسطينية اتجاه الفلسطينيون ناحية المحكمة الجنائية الدولية للوصول حتى إلى يعني احكام او حتى تمديد بما يجري على اراضي الفلسطينيه؟ شوف يعني انا هتكلم في الموضوع ده النهارده على فكره. المحكمه الجنائيه الدوليه ولجوء السلطه الفلسطينيه اليها بغرض انصاف في افعال اسرائيل من جرائم ترتكب بحق الفلسطينيين منذ نشاه الدوله الاسرائيليه حتى هذا التاريخ، انا متصور انه يعني لجوء كان حسنا. لكن عندك اشكاليه انك انت امام محكمه يا اهاب في الاول وفي الاخر فيها طابع التسييس. هذه المحكمه قدمت فيها شكاوى متعدده،
شكوى خاصة بصراع داخل الساحة الأوكرانية، فصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين من الدعاء العام وروسيا لا ستعد في المحكمة الجنائية الدولية، وذات الشكوى قدمت من السلطة الفلسطينية ومسندة بالكثير جدا من الحقائق والمسندات، ورغم ذلك لم يحرك الادعاء العام سمة اتهامات لا أشخاص إسرائيلية ولا حرك فتح تحقيق أو غيره. فأنا متصور أن المحكمة الجنائية الدولية تحتاج إلى ضغوط، وهذه الضغوط لابد أن تمارس من القوى الفاعلة في العالم العربي والإسلامي حتى نستطيع أن نحرك يعني آليات تستطيع أن تحاكم أشخاص إسرائيلية متهمة باتهامات كثيرة جدا بحق الفلسطينيين. بالتأكيد، خاصة نحن نعيش الآن في عصر الغاب الذي يحكمه القوة، والقوة تحتاج أمور كثيرة جدا. خلينا نختتم هذه الحلقة بتطورات في شبه الجزيرة الكورية والتصعيد الكوري الشمالي والتصعيد المقابل من جاراتها الجنوبية وحلفائها، نتابع التفاصيل في هذا التقرير. شبه الجزيرة الكورية على حافة الهاوية النووية، ففي ظل التصعيد الكوري الشمالي والتصعيد المقابل من جاراتها الجنوبية وحلفائها، يترسم خطر واضح بشأن انزلاق المنطقة إلى مواجهة محتملة. سول تستقبل غواصة أمريكية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويا لأول مرة منذ 40 عاما. تحرك خطير يأتي في إطار مباحثات تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية ضمن ما يعرف بمحادثات المجموعة الاستشارية النووية بين البلدين، وهي المجموعة المسؤولة عن تنسيق الاستجابة في حالة اندلاع حرب نووية مع كوريا الشمالية. هذه الإمدادات العسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية تعزز من ثقة سول في مواجهة التهديد الكوري الشمالي الشرس والمستند على ترسانة نووية ضخمة. هذه التحركات المشتركة بين واشنطن وسول تأتي في خضم استعراض للقوة تمارسه كوريا الشمالية في المنطقة، تبرز خلاله أنواعا مختلفة من صواريخها البالستية، وإلى هذا تستمر الرسائل الموجهة عبر الرؤوس النووية بين واشنطن وبيونج يانج، مما يدق ناقوس الخطر بشأن إمكانية اندلاع نزاع لن يكون من السهل على أي طرف من الأطراف أن يتحمل تكاليفه. يأتي هذا في الوقت الذي تزيد فيه كوريا الشمالية من تصعيدها، حيث استفزت هذه المرة جارتها الجنوبية واليابان وأمريكا بإطلاق تجربة لصاروخها البالستي هاو سونغ 18 العابر للقارات، وبإشراف الزعيم كيم جو أونغ بنفسه، والصاروخ طار لمسافة 1001 كيلومتر لأكثر من 75 دقيقة باتجاه بحر الشرق، ووصل إلى ارتفاع أكثر من 6000 كيلومتر قبل أن يؤكد حرس الحدود الياباني سقوطه. تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الحالية أتت بعد أن اتهمت بيونج يانج أمريكا بانتهاكها للمجال الجوي لمنطقتها عبر استطلاع تجسس عسكرية، وذلك بعد تدريبات مكثفة تجريها واشنطن مع سول لتأمين ما وصفوه بردع موسع ضد التهديدات النووية الشمالية. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. الخبر الاخير خبر دوله، والصراع ما بين الكوريتين الشماليه والجنوبيه. يعني في الفتره الاخيره دكتور مختار، هذا الصراع يصعد ثم يقل ثم يتحدث حاله من الهدوء. نتحدث الان عن استقبال سول لغواصه مزوده بصواريخ باليستيه، يعني هل هذا هو تطور جديد على الأرض بعد زيارات سياسية لقيادات أمريكية إلى لتايلاند لم تكن تحدث من قبل؟ شوف، طب أنا هاخدك بعناوين مهمة جدا، الموضوع ده كبير ويعني متسع. كوريا الشمالية الدولة الوحيدة اللي استطاعت أن تتمرد على الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض عليها شكل من أشكال الإتاوة. طب خليني في الجزئية دي، يعني في لبس عند ناس كتير، هل هذا التمرد هو تمرد حقيقي فعلا؟ حقيقي فعلي ولا تمرد شكلي؟ لا، احنا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية، يعني لا تمرد فعلي. وترامب في بداية عهده جه وقال أنا أنفقت، او الولايات المتحدة الامريكية انفقت 33 مليار دولار لكي تستطيع ان تحايد كوريا الشمالية وفشلت. وشفنا اللقاءات اللي جمعت ترامب بالزعيم الكوري الشمالي مرتين، منهم مرة في سنغافورة. ده امر. الامر الثاني، وده امر مهم جدا، ان كوريا الشمالية احدى الاذرع المهمة جدا للصين والروس، احدى المعاول المهمة جدا، احدى الادوات المهمة جدا، ورق الضغط كما يخص حتى الازمة التايلاندية. واحنا عارفين ان كوريا الشمالية
دولة مزعجة على نطاق الدولة خرجت من عباءة الولايات المتحدة الأمريكية. الصواريخ البالستية الخاصة بها أمر مزعج للغاية. امتلاك كوريا الشمالية لبرنامج نووي خاص بها متطور وتهديدها بضرب الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها في أكثر من مرة أمر متطور للغاية. في بداية الأزمة الأوكرانية تحدث الرئيس الكوري الشمالي وقال لك سئمت الدخول إلى المتجر وأرى البرنامج ده ولا أستطيع الضغط عليه. فهو إلى حد كبير جدا كوريا الشمالية مزعجة بشدة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن تطور الأوضاع والوصول إلى صدام مسلح ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أنا متصور أنه ده أمر بالغ الخطورة لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بتأكيد. ولا ترغبوا كوريا الجنوبية ولا ترغبوا اليابان بالمناسبة. خليني أقول وحضرتك ذكرتها، هناك أطراف عدة في كل جانب، سواء كان الجانب الكوري الجنوبي الأمريكي أو حتى كوريا الشمالية وروسيا والصين ودول أخرى. هل تصاعد الأزمة ما بين كوريا الشمالية والجنوبية من ورائها الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى إثارة أزمة الحلفاء في كل جانب؟ لا، مش أزمة ما بين الحلفاء، ده بتؤدي إلى تجميع من شكل من كل حلف، من كل دولة وراها حلف. صحيح. لأنك أنت النهاردة كوريا الشمالية وراها الصين والروس، بالتأكيد كوريا الجنوبية واليابان وراها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي. التوتر ده يؤدي لتوتر، وهو تحت الحماية اللي إحنا عارفين إن اليابان وكوريا الجنوبية تحت الحماية الأمريكية. لكن أنت عندك إشكالية كبيرة جدا في هذا النطاق، إنه هل الولايات المتحدة الأمريكية فعلا عندها رغبة في تأجيج هذا الصراع للوصول الى صدام مسلح؟ طبعا الولايات المتحدة الامريكية خاسرة فيه بدرجة كبيرة جدا. لكن خلينا اقول لك نقطة مهمة، هذا الصراع يأتي ضمن الصراع الاكبر وهو الموجود داخل الساحة الاوكرانية اللي عنوانه تحدث فيه لافاروف انهاء هيمنة الولايات المتحدة الامريكية كقطب وحيد على مستوى العالم. فالولايات المتحدة الامريكية كل فترة كده تسخن جبهة وتسخن حتة على مستوى مناطق الصراع وعلى مستوى مناطق النزاعات. مشاهدينا الكرام، هذا كان استعراض سريع لأهم الأحداث العربية والدولية وكمان الإفريقية. صاحبني فيها ضيفي الكبير الدكتور مختار غباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. بشكرك شكرا جزيلا. شكرك شكرا جزيلا. مساء حضرتك طيب. شكرا جزيلا. كل سنة وكل السادة المشاهدين طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات. ألقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.